الافراد اللي ساهموا في يعني في وضوح الجهه هذه براسها العصوم الحاج خليل الرحامي الحامد الحسلاوي السي عديل السي رودي البريشي السي صوفي شاهد زبيري عبد الواحد فؤاد الزريقي يعني وصابر ما نساوش وحسين الغريبه السي خالد الانتاعي والسي حيد الحجامي وباقي الزملاء ويعني الاجهزه الجايه والسي زمان اللي تفاعل زمان بيتو تفاعل زمان والسي اجانا والسي محسن اكرمي كنا كنتمناو انه يكون يعني الحضور اكثر على اعتبار ان احنا وجهه القهوه مجموعه من الاشخاص اكدوا الحضور ديالهم ولكن ربما نتمنى كل مانح خير ربما الامطار ربما الشفاء نتمنى اللي احنا اللي نحمد الله الان غادي نحسوا ضيف وغادي ان شاء الله غادي نبداو في السجن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسيت عبد الحق شهاب. عبد الحق شهاب هو العقل المدبر. العقل المدبر لكل هذا. ونسيت شنو بين شنو وساعد شنو هو السبب. شوف قطعنا الأكيد لا نعاود الأكيد هو شوف الصراحة تقال وهذه يعني راه واقعة ما يمكنناش نذكروها شئنا أم أبينا وأن الأخوين شيلو السي سعيد والسي نور الدين تجربة كبير يعني في التحصيل الجماعي وهما الناس اللي كانوا يعني أول مأدوبة عشاء كانت منزل السي نور الدين شيلو كانت مناسبة أننا نضعها صحفي الدار البيضاء وهنا مقابله بعدها يعني كانت يعني حفلات وكانت يعني محطات يعني مر فيها الاحزان والفرح ولكن الجميل هو اننا بقينا مجموعين والسميح ومره اخرى تنشكر السي علي الزهري على هذه المبادره الطيبه وعلى الالتفاته هذه ونتمنى كما قلت يكون هذا القدوم ديالنا يكون قدوم فالخير وترجع الحركيه وترجع لهذا القصر هذا وفعلا فهو قصر السعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.